العيد. والله العيدية دي كانت من أهم الحاجات في العيد، وكنا بنستناها من السنة للسنة فعلا. وأنا العيدية كانت بالنسبة لي بتمثل حاجة، أولا كانت بتصرف في نفس اليوم أو في تاني يوم يعني، بس أنا كنت بتضايق لأنهم كانوا بيدوا العيدية في أول يوم بس. أنا كان نفسي العيدية دي تبقى في تلات أيام العيد، هتفرق جامد معانا قوي يعني. النهاردة كانوا زماننا مكونين مستقبلنا، بس يلا الحمد لله. عيد سعيد عليكم، يا رب يا رب يا رب كل أيامكم تبقى أعياد في أعياد.